كل ما أقول طبعا مهمة جدا الكورس في الثالثة دي إيبوس طبعا دي سوليشن هنا في سالب ألفا تيما طبعا أنا عايز التيما ده شرط زي ما هنا بين كروب بديم هنا كروب بديم هنا كروب طبعا في المعادلة دي لا يمكن
العقبه هي فيمكن الترم ده يساوي صفر، الترم دوت فيمكن يساوي زيرو، ليه ممكن يساوي زيرو؟ لان لو الترم ده يساوي صفر يبقى ما فيش حاجه اصلا. معنى لو الترم ده يساوي صفر معناها ان زيرو بيساوي زيرو، ملهاش معنى. خلاص؟ فالترم دوت يمكن يساوي صفر، وبالتالي طالما الترم دوت ما بيساويش صفر يبقى اكيد الكورس دوت لما تيجي تحلله لازم يساوي صفر. طبعا لما تيجي تحلل الكورس ده طبعا ايه ودي وسي ديت كل الفيشنز بتاعت بعض هما ديت فيها معلومه يعني ديت فيها مع الفونتالوس فيها مع السواد يعني انت عايز تجيب دلوقتي تحل المعادله، المعادله ديت بتساوي صفر واحد بتساوي صفر. طبعا المعادله ديت عباره عن ايه؟ ار واحد بار اثنين. المعادله ده ايه؟ ار واحد بار اثنين. طالما انا حليت ار واحد بار اثنين يبقى الحل عندي ده دلوقتي اصبح ايه؟ ما اصبحش حل واحد اصبح حل. الحل الاول يبقى سي واحد فانكشنز ار واحد اكس، والحل الثاني سي اثنين في اي وسؤال في اكس. خلاص كده؟ يبقى انا عندي هنا كام حل؟ المعادله عندي حلين المعادله، معادله مقدمه درجه ثانيه. لو كانت معادله مقدمه درجه ثالثه يبقى كان حل ثلاث حلول وهكذا. عدد الحلول يساوي درجه التفاضل. طبعا المعادله التفاضليه الدرجه الاولى لها حل واحد بس. طبعا الحل هنا اللي هو ايه؟ المعادله نفسها بتاعت الاي اوف تي او البي اوف تي. خلاص؟ طيب المعادله اللي هو سي 1 في سؤال اكس ونحاول نحل الحل الثاني. فجيت هنا عوضت الحلين، انا هنا عوضت الحل ده، دي المعادله نفسها، دي المعادله نفسها، المعادله دي انا حليتها. وحل المعادله دي يعني معادله تفاضليه في مره. يبقى حل المعادله التفاضليه دي دلوقتي جت معدل دي واحد. انا عندي دلوقتي واي اصبح واي اصبح دي واي واحد سوا سي واحد اي اس ار واحد اكس كمان واي اثنين سوا سي اثنين دي اس ار اكس. ده واي واحد ده حل المعادله، ده بس مش ده حل المعادله. وده كمان واي ده كمان ايه هو كمان ايه؟ يعني ده بيحقق المعادله وده كمان بيحقق المعادله. فعرفنا بالحل الاول والحل الثاني الحلين دول بالمعادله ديت معادله واحد اللي هو انا عوضت بالحل ده والمعادله الثاني خلاص.
ثلاثة وعشر ثلاثة تبريس ثلاثة أربعة بيس كما بحثين غيري من أربعة واحد واربعة واربعة وصلنا وده الحل العام طبعا معقد ما اتفقنا وعندي هنا أيوة عندي بقى ثلاث حالات دي كان عندي ثلاث حالات أربعة واحد واربعة ثلاث حالات أربعة واحد واربعة الثلاث حالات دول بتتعرض على الجسد لما عملنا الجسد لما رحنا طبعا ان البي سكوير البي سكوير اكبر من 4 اي سي رفع دي ده جزء هيبقى ايه؟ هيبقى الجسد ريال خلاص هيبقى عندك هنا هيبقى عندك حلين ريال مختلفين مع بعض. طيب لو افترضنا ان البي سكوير بتساوي 4 اي سي كنت شايف مع بعض هنا جسد صفر جسد صفر صفر بس انا عندك الحوار القديم اسمه ايه؟ حل واحد ريال كونستانت على الدين. الحالة الحالة ان يكون البي سكوير اصغر من 4 اي سي، لو اصغر من 4 اي سي هيكون جذر القيمة سالبة، جذر القيمة سالبة هيطلع ايه؟ هيطلع هنا جي، هيطلع هنا ايه؟ جي. فهي دي زائد اس جي قيمة معينة، هتصبح دلوقتي الروس اصلا ايه؟ كومبلكس. ده الحالة الثانية. ثلاث حالات يعني في كيس ثلاث حالات من الار 1 والار 2 طبعا الثلاث حالات دول معتمدين على قيم الكور فيشنس بتاعتي اللي هي ايه ودي وسي. الحاله الاولى ان فيها ار 1 لا تساوي ار 2 والاثنين دول اللي هي الناقص خلاص الكلام ده لو كان البي سكوير مصنوعه صفر من الصفر. الحاله الثانيه اللي احنا قلنا عليها ان هما الاثنين دول يساووا بعض والاثنين ريال يساوي سالب اي على 2 الكلام ده لو كان البي سكوير مصنوعه بي سي. الحالة الثالثة اللي هو عمل كومبلكس نمبر وطبعا هو عمل اثنين كومبلكس نمبر والاثنين مرافقين ببعض الاثنين مرافقين هنا بنعمل ايه؟ الجسد هنا هو بسالب هو بسالب يعني ايه؟ طبعا كومبلكس نمبر طبعا مرافق او كومبلكس اللي هو ايه؟ تعكس اشارة الجزء اللي هي بس تمام؟ Thank you.
الشيخ بقى عبد الرحمن عنده توديشن وديشن، عنده توديشن وديشن، وراه الورق اللي زيرو، وراه الورق اللي زيرو، انت عندك المعادله، المعادله انت بتحلها ايه؟ المعادله انت بتحلها في المعادله ديت، دي المعادله اللي بتحلها، تاني في المعادله اللي هي ار اي واي تقرب تاني واي زائد اي تقرب الاول زائد سي واي، كده انت كله بيساوي صفر، دي المعادله انت بتحلها. المعادله دي ليها اثنين ديشن كونديشن، ليها اثنين ديشن كونديشن الاولاني وار وسين، فلازم عشان تعرف تحل المعادله دي محتاج انت اثنين ديشن كونديشن مش واحد. ده ديشن كونديشن الاولاني، الديشن كونديشن الثاني هو ايه؟ وار برايم وسين. خلاص؟ طب المعادله المفروض ان انا اقول لك المعادله المفروض ان انا اقول لك اللي هي بريس كورتا سيت يعني، بريس كورتا سيت اللي هي شغاله على كده اي واي طيب زائد بي بتساوي زيرو مثلا. وعندنا دي عشان تحلها محتاجه ديشن كونديشن واحده بس اللي هي ايه؟ واي وسين. لازم كل ده معروف عشان تقدر تحل المعادله. وطبعا حل المعادله هو ايجاد ايه؟ الواي اكس. خلاص؟ اللي هي الواي اكس اللي هي اي اوف تي او في اوف تي اللي هو الكود المتصل او التيار بالله. خلاص؟ وهي نفس الكلام عشان تجيب الحل اللي هو واي اوف اكس هنا عشان تجيب واي اوف اكس لازم يكون الواي وسين المفروض الديشن كونديشن الداله نفسها الديشن كونديشن انت هتعتبر الدرجه الثالثه. ولو جت معاك مرضيه الدرجه الثالثه لو جت معاك مرضيه الدرجه الثالثه يبقى انت محتاج كام ديشن كونديشن؟ ثلاثه. واي وسين واي التفاضل الاول وسين التفاضل الثاني كام وسين؟ شويه لو جت الدرجه ايه الثانيه. انا بحب على الاعتبار ان بي سكوير بتساوي ايه؟
الريسكول بتساوي 4 اي سي. طب احنا لو مشينا هنا الريسكول بتاعها 4 اي سي هيطلع هنا تساوي 4 اي سي 4 اي 4 اي يطلع سالب سي سالب سي. شيل 4 اي مع 4 اي يطلع سالب سي هنا زائد. بس كتير دي زائد خلاص دي مش هتعرف زائد هيطلع عليها سالب سي سالب سي يطلع سالب اكس واي ما دي بتبقى مسطره يبقى زائد سي. فيبقى افرض ان الحل دي حرب مع بعض الحل دي بقى اسمها حرب ايه؟ حرب مع بعض. وبالتالي الحل اللي عندنا هيبقى عامل ايه؟ يبقى مش هو اللي بقى مسطر هو الحل اللي عندي يبقى الحل اللي عندي سالب سي 1 زائد سي تي اكس في صاله سي 1. لما قلت لك دايما لما قلت لك دايما فاهم الروتس بتاعتي متساويه وما اصبح الجنرال سوليوشن بتاعك هو ايه؟ هو انا بقى بحب بقى الوجود المكثف مثلا لو طيارة لما هيبقى مثلا الوجود المكثف اللي هو الـ DC و T بيساوي سالب احسبه هو احسب الريشن كونديشن زي السالب التاني سي 2 مربع الصور الريشن كونديشن في T اللي هو السالب في E أس R T E أس R T. أعتقد هذا يسمى كورونا سالب ماشي؟ برضه من عندنا خلاف التام في المختار خلاف التام في المختار بتوع المعادلة واختار ايه؟ اختار الحل اللي هو جنرال سوليوشن وبعد كده خلاف دولس دومين اللي هو الاسم ده. برضه من عندنا دولس دومين احنا عندنا برضه من عندنا ترانسفير فانكشن كده اللي هو احنا عملنا في الفيرست كورنر من عندنا ترانسفير فانكشن فانكشن الدي اتش اف ده انا عامل برضه عامل عندي هنا سورس دي اس او تي وهات المفتاح اللي دي بتساوي صفر وهات هنا ار ان سي سي ار ان سي سي. طبعا المعادلة بهذا الشكل طبعا بعيد جدا المفتاح او بعيد جدا المفتاح هيبقى المعادلة بتساوي الجزء بتاع الوسطى اللي هو دي اس اوف تي بيساوي ار ار اوف تي طبعا الاي اللي هو الكلام مش كتير زائد الجزء بتاع الملف اللي هو اي اللي في اي واي دي زائد الجزء المكثف اللي هو ايه بي سي زائد بي سي اوف تي. المعادله الوجهه دي فيها كام ستيت؟ فيها كام ستيت؟ ستيت اللي هو اقصد بيها اللي هو ملف الجزء المكثف خلاص؟ السالب بي اللي هو نفسه ايه ار سي ار سي على بعضه السالب اللي هو بي والتفاضل الاول اللي هو
كده السيرفيس بتطلع السيرفيس هنا واحد يعني السينا اعتبر واحد وبعدين ايه البي سي وبعدين معاقبه طبيعيه اعتبر ايه الكنترول الثانيه. انت عايز تحل المعادله عشان تحل المعادله هتحتاج كام ديشن؟ اثنين ديشن اللي هم ايه؟
Grazie.